يغسل المراقبين المدينة خان شيخون خان شيخون يغسل المراقبين سيارة نعم سيارتنا يبقرنا تمام معنا صحفي معنا المتحدة سلامات أول خطوة نعم خان شيخون يعني لأن ما عملت لحد الآن ما حدث هذا الشيء نعم تمام فخان شيخون تدخل في التاريخ هذه فرصة تدخل في التاريخ روح يجيبوا يعني المعتقل الاثنين تكون في عمقنا نعطيهم يعني الجهة اللي تريدوا نحضروا يجروا يعني سحب العربة أمام الصحافة ونقول للجميع من العالم أن خان شيخون قادرة تحمي المراقبين قادرة يعني تحمي أدوات المراقبين اللي هي السيارة وقادرة يعني تكون تنضبط وقادرة توفي بالعهد ديالها. And then we'll have time to talk about the six-point plan. Okay. I would like very much. And I'd like to know how you organize. النقاط الثلاثة هي سيارة والمعتقلين والمعتقلين الاثنين. نعم. نسلمهم لكم. سيارتهم. إحنا نسلمهم سيارتنا. نعم. والدبابة. والدبابة يسحبوها. نعم. والله مصممين على إرجاعنا. نعم. سيارة بس إحنا متعلمين متعودين على غدر النظام. ماذا لو يعني ما الضمانات؟ لا. هنا ضحبة المراقبين اليوم هو الاثنين الواحد والعشرين أربعين. This is the most dangerous. I'm afraid. I don't trust him. Okay. Yeah, this is the most danger. I will go back. Okay. Go back, then. Go back, please. I don't trust him. Yeah. Martin? That's okay. Look there. عملية تسليم العربة التي قام بتدميرها الجيش السوري الحر عن طريق الأمم المتحدة بعدما تم إجراء مفاوضات على تسليم طيب كان معتقلات لدى قوات الأمن السوري. أول عملية من نوعها في سوريا تم الآن الاتفاق على تبادل معتقلين مع الدبابة في خان شيخون التي تم تدميرها ردا على مجزرة 15/5/2012 وقد تدخلت بحل هذه المشكلة هيئة الأمم المتحدة حيث تفاوضوا مع تنسيقية أحرار خان شيخون التي قامت بحماية هيئة الأمم المتحدة وسوف يعطون المعتقلين الثلاثة الذين قضوا في حاجز المنطقة أو حاجز المستوصف قضوا من التعذيب أكثر من أسبوع والآن سوف يفرج عنهم وبدلا عنها سوف يقضوا تلك الدبابة المدمرة خان شيخون 21/5/2012 السلام عليكم الله. الآن أتي المراقب إفراج عن مات أسد الدكتور صلاح الدين الصالح الذي بقي في السجن 67 أيام حتى أسلم. هذه العملية من نوعها في سوريا حيث تم التفاوض مع جيش النظام من قبل منظمة اليونان في خان شيخون وتم الإفراج عن المعتقلين مع السلامة. وليد بكور عبد السلام يا وليد. وهذا المعتقل الآخر أثناء المجزرة تم اعتقاله وليد أحمد بكور في مجزرة خان شيخون 15/5 وتم تحت التعذيب حتى الآن وأخرج عنه بعد أن تم التبادل مع الدبابة المدمرة التي دمرها جيش الحرب مع رد على مجزرة خان شيخون. بالضبط الكرؤين وهيئة الهلال الأحمر التي أتت إلى خان شيخون وعمل التفاوض مع تنسيقية أحرار خان شيخون هؤلاء أعضاء منظمة اليون وهذه سياراتهم والآن يستعدون لمغادرة المدينة مدينة خان شيخون بعد أن تم الإفراج عن المعتقلين 21/5/2012 طالب كمان معكم هيتم تسليم الأسرى.